بسم الله الرحمن الرحيم. مع فقرة الأوتوليسب عايزين نشوف بعض الفاكشن أو بعض الدوال اللي بتسهل عليا الشغل. من أول دوال اللي معانا ده اللي اسمها اي اكس بي تي. ده اللي بتعمل ايه؟ اللي خلينا نكتب اي اكس بي تي، تمام. هقول له أنا عندي رقم مثلا 3 عايز يضرب في نفسه 4 مرات، تمام. يبقى يضرب 3 في 3 ب9، و3 في 3 ب9، 9 في 9 ب81، تمام. دي من الدوال اللي مفيدة في الشغل بتاعنا. برضه في دالة بتقرب الأرقام، تمام. يعني بقول له فاي اكس هات لي 3.22، تمام. فبيقربها لي، بيلغي كسور. طب خلينا نقول له فاي اكس 3.66، حاجة أكبر من نص، تمام. خلى لي 3، يعني هو بيلغي الكسور، تمام. طيب خلينا نشوف لو انا عايز احول رقم لكسور. يعني هقول له هناخدها على كام مرة كده فلوت، تمام. هديله مثلا رقم زي 3.33، تمام. حوله لكسور. طيب لو انا اديته رقم وليكن مثلا فلوت 3 بس، ده المفروض ان هو رقم صحيح، فهدوله هيديلي 3.0. فهو بدأ يعرف البرنامج ان ده فيه كسور، تمام. طيب هيفيدني في ايه؟ خلينا نقول له عايز اعمل عملية قسمة. عملية قسمة اديله علامة القسمة، هقول له 22 على 3، تمام. اعتبرها ب7. ليه بقى اعتبرها 7؟ اه، هو بدأ يقرب بحيث ان هو شايف ان ده عدد صحيح وعدد صحيح، فاللي هيخرج بعدد صحيح، تمام. طيب انا هقول له اقسم لي واديله بقى ايه الدالة اللي اسمها فلوت، فلوت برضو 22، تمام. اقسم لي دي على التلاتة، نفس الرقم، نفس العملية اللي فوق، مجرد بس ان انا زودت فلوت، تمام. هتلاقي ان هو فعلا 7.333. تعرف على ال 22 دي انها مش عدد صحيح، لا ده هو عدد وفيه كسور، تمام. طيب خلينا ناخد حاجة اللي هي الجذر التربيعي اس كيو ار تي، تمام، لل 16 مثلا، عندهم لي 4. طيب اقول له اس كيو ار تي، خلي بالك الاربعة 4.0، تمام. فهو انا فاهم موضوع الكسور. اس كيو ار تي اقول له 17، تمام. فاداني فعلا الرقم اللي لو ضربته في نفسه يجيب لي ال 17. طبعا عندنا الدوال المعروفة اللي هي سان وكوزاين اللي كانت عندنا في ثانوية عامة، وعندنا الظا اللي هي اتون اتين اتين اتين، تمام. هو بس السطر اللي نزل لتحت. طيب لو انا عندي رقم ايا كان وعايز اعرف الرقم ده موجب ولا سالب، في عندي دالة تعرفني اذا كان الرقم ده سالب ولا لا. انا عامل اللغة اسباني فكتب حاجات عجيبة شوية. ماينس ماينس بي، وبعد كده بقول اديله الرقم مثلا. خلينا نكتب مثلا سالب 9، اوكي، ادس انتر تي يعني ترو، الرقم ده مظبوط. طيب تعالى نكتب رقم تاني يكون موجب، 9، هيقول لي نال، الرقم ده ليس سالب، تمام. طيب خلينا نتعامل شوية بقى مع النص، تمام. فرض ان انا عندي مثلا جملة كبيرة وانا عايز اخد جزء منها. خلينا مثلا نقول له sub str، تمام، وهديله كلمة او جملة، واقول له مثلا I love my
يعني 3. تمام. طيب ممكن اقول له هات لي الحرف ال ابدأ من اول حرف التالت مثلا، وهات لي 4 حروف. يعني اقول له مثلا ابدأ لي من حرف التالت وهات لي 4 حروف. يبقى الحاجة دي بتتكون من ايه؟ سبستراكت. تمام. وبعد كده بديله جملة، وبعد كده بقول له ابدأ اديني من حرف كذا رقم كذا اديني 4 حروف. طيب انتر، جاب لي كلمة لف. تمام. طيب هقول له ممكن اخد دي كده كلها كده، هو انا عشان المسافة خد المسافة، انا لو رغنا المسافة ديت جاب لي كلمة لف كلها. ممكن اقول له خليها لي بدل 4 5. تمام. طيب لو انا عندي جملتين وعايز ادمجهم مع بعض، اقول له استراكت strcat، وادي له فقرتين، واقول مثلا اول واحده هلو، والتانيه وورد، اقول له انتر. خلاص حطهم لهم هما الاثنين مع بعض. تمام. ممكن يكون عندي كذا جملة فبخليهم كلهم جملة واحدة.